الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. آيات سديد يلباتناد وحاول لهين وقشيق إياه أشياد إلهي كسو هدي أي عابديين إن ربي أقول دوانيين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. مركا محي يقول قرقاري وايين باليين دين يقول قرقارانا مدعي كرتو وحوم الطريان وكقر الصومين وحي الطريان ما شفتو وحي الشيقي ينوحها بين أبور. فلولا نصرهم أي فهلا نصرهم ما يقرقاران الذين كوي ما يقرقاران اتخذوا أي اتخذوهم أي كيشين من دون الله حالا يا هذين متجاوزين قصر العبادة على الله حالا يا هذين قار كتلاب يي عبادة إن إلهي ككوبان قار كقدب يو كتلاب يي حالا يا هذين أي كيشين قربانا أي متقربا بهم إلى الله قار إلهي اللو قد وهذا أي كيشين قل إلى ذو مفعول كلابات في كواد وحن قنيا عائد كم محدوف كاه اتخذوهم هم تحت ثنوي آلهة اللي بدلوه أما متقربا اللي يلاه ذو حال ولا يلاه متقربا بهم إلى الله حال أهادين قار إلهي لو قدواني وشكوه روحين قنيسا قربانا قار لو دواني أي كيشين مفعول كاللبات مركة تواتس جلالين كنا وحن مري إن لقد يقول مفعول كلابات قربانا آلهتنا لقد بدلو وانا سيدة ابن عطية يا حوفي يا أبو البقاء انتو بأي مرين وكل لابات وإن ليها هو حال وحال لقد يقول سيدة أنا مفسرين تقار كود أي مري ومتقربا بهم إلى الله بمعنه دعية آلهتنا مفعول كلابات بنغنية ويقول أشياء عابودة يهدنا وحيوغة شيدي ربي إنا يقول له وادان بيوغة شيدين سيدة آية الزمر بأي شيديس آلهة إلهية أي كيشين ما يوقر قارانا وحو تران كواس عذابك كدافعان كما يدافعين وحنا ومطرين بل ضلوا عنهم سكدا إلي يوقر قارانا وكلوا من وكقرصوا من وذلك إفكهم وذلك كاسو إني آلهة كيالانا يان وإليه ربي نورد وين يان إفكهم وبين أبور كوديوي وما كانوا يفترون يو كونهم مفترين يا أهان شهودي أهادين قاربين أبورني وماذا اللي هو مستريو أما اللي هذا ماذا وموصوله يو الذي كانوا يفترونه يكي أهاين قاربين أبورته وجلالينك فيه أن يقدر يا عائدك كدقيا وحسك في عن سيدا صاحب الحاشية بأبرا رجين أيوه إن اللي هذا يفترونه أي نقنيا الضمير محل النصبي الله أي الحذفي وعائدك النغنية وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أي واذكر وحاد حستا وآذ شيكتا وآذ حسوستا إذ صرفنا قورتا للي حني مركا إذ ضرف هذا اللوغة متشيدين مفعول باللوغة تشيدين زمن كحس وحسوس صرفنا إليك أن نكوس اللي حني حقاقا أي أملنا إليك نفرا كوح أن نسولي حنا كوح داسو من الجن تشنكا كمدا وحن نسولي حنا يستمعون القرآن حالي دوني أن قرآن كإني دقيستان أي نسولي حنا فلما حضروه مركي القرآن كي أوي مادين ضمير كهذا اللعليو قرآن كاللعليو أي حضر القرآن أما فلما حضروه مركي أوي مادين النبي صلى الله عليه وسلم أو ضمير كهذا النبي اللعليو صلى الله عليه وسلم لماذا وجهوا حصيفي عن سيد السمين الحلبي بقوا الشيقة يا صاحب الحاشية أنا أكرها عيب إن مركا لعلي قرآنك قالوا وحي الأهدين أنصتوا أمسوا ذكر رعية أي اصغوا أما أصغوا فلما قضي مركي لدمي قراءة لغفارقي أي فرغ من قراءة القرآن ولوا وإن نقدين واتشستر إلى قومهم حق قوم كودي يدد كودي بيء النقدين منذرين حال أي نيسيهن إلي أدقان أي اللابتين إسلام مركا اللابتين بما يدقين وحي النقون إسا حالا منوية قالوا وحي الأهدين يا قومنا تركيو إنا سمعنا أنه وحان مقلي كتابا كتاب كتاب كاسو أنزل لسودتي من بعد موسى نبي موسى الدبديل للسرغي كتاب كاسو مصدقا رمينية وكتاب كالغصفية أما أنزل نائب فاعل كذا هو
أو كتابك النقون يلا جحاليه وحل السودج شيء كتابك من بعد موسى مصدقا حال الرومين يا أيال السودج شيء لما بين يديه كهر يا كتبة حال الرومين يا أيال السودج شيء يهدي إلى الحق وحل السودج شيء وحال بعده حال هنونين أيه ضتك إلى الحق حقك هنونين أيه وإلى طريق يوضع أنت كأهاتيك هنونين أيه وقيري وددس مستقيم توصن يا قومنا وحيي لهذين تلك يو شنكي با أرنية شنكو ذيك لي أدقيان أجيب أجيب أقبل داعي الله يرها إلهي كحق إلهي دتك وقيري إلهي صدري ورسولك صلى الله عليه وسلم أقبل يرمديسة وأجيب وآمنوا به الرمية يغفر لكم وإذن دمبردافا يا هديئا أجيبتان الرميسان من ذنوبكم دمبيدين أيو إذن دافا أما من ذنوبكم دمبيدين وحكم ذو إذن دافا ويجركم وحيدين كبد بادين يا من عذاب عذاب وإذن كبد بادين يا وإذن ككرين يا عذاب كاسو من أي مؤلم وحنوشن يا ومن لا يجبك كستان أجيب وأقبل داعي الله إلهي الداعي سه كحق إلهي دتك وقيري إلهي صدري ككستان أقبل يرمدي سوير فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز مد عجز قلنا يا إلهي ماها أتقدر رونس بينا إياه في الأرض أرلد قده إذا كم عجز قلنا إياه وحلوك إذا كقم بحسن كريه وليس له مسغنان من دونه إلهي غير كسحال وأهاضي أولياء الصوصعطاء أولياء قرقاريال إنبا وح قرقاريال ومسغنان أولئك كوى صفاد الله الصوشي غيله إن داعي إلهي أجيب وآن رمين الراعين في ضلال بادي بيكس غيهن بادي دا سو مبين بمعنى بيين عد قصة آية دهن الشي غيان وحيكس بصنطهي إن كوحشين النبي صلى الله عليه وسلم أتمي لابا غورو كلا دوون بين دعداي جينكو نبي صلى الله عليه وسلم الى ويمادين اي القران كو اخرين يا اي دغيستين مر وحي اهد عهدي مكه وانتو نبي صلى الله عليه وسلم حق رير طائف قبطي الدين تو بندغي او سيدي بل اني عيد كرميسو رير طائف عيد كار عدو غرب كو نقطو كو غرغارتو بل دينتا اسو بندغ أقوليها السنة مركا أي أقبل وآيين بلا أي كسر لذين دادكي وحما قرطتها أها النبي صلى الله عليه وسلم للشيدي دادكي والله أي عرورتي بالله قدري لأنه والله الشيدي النبي صلى الله عليه وسلم والله الدخري دابا نمركا إساقو مهموم والله نصو الدخري أي كسو النقض مالد حول حيسا طائف إيوم مكاود حيسا إساقو كتو كنية أي أوائل البعثة يا هيدو شن مركا ميشا مرايا او بادي دونا اسلب الوحن يولولك كسو كرداي والبادي دونا واقي هوري وحي سمين شرين انتا اسكران او دي اي حقا ساري مركا اي كل وادان اي فقادان اي اي هادل كمالاك تدقي سين شرين هل كان مركا يسور دقا دقايان اي اي دي اخبارك سوهيري شرين ورركا سيدي وتكيني شرين ميشا نوا اسكفردين شرينو شد بضم بدي بكلمة كل مكترين وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وهي أركان ماشي إن أنفردي أول ومر والبا لنبيل لغو سوقنا طبعا نوحي إلى هدين بل وحن يو سوكر راي عركي إسكبت دلي ملا ووح أرادك سوكر راي هلا بادي دون تقول نبي قو السلاة كنية أيا كوح الصوم مرتي قرآن كي مركب مقلين بي وحي إلى هدين وحي إسبدلك كان صدي وكوي لأنه الكبير دقيستين وصحي السلام القرآن كبير دقيستين وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قصة ذوات الله ورمائي في سورة الجن ذوات الله ورمائي لمن كي على كل حال وإسلامين بعض أهل العلم وحي الهدين آيضها لفتودنا وحي كساب سيهين قصة سي كساب سيهين تاسي وحي هيد أوائل البعثة يا هيد مثل لبعض وحي هيد مركد بيسي إن عهدك ما كلت هاي وابن ملاين يا لكن وأقدم بيسي الزمن ضم بأي مركا هاي أنا وإيش يا هاي أتشنك يا أوي من النبي صلى الله عليه وسلم ضبطنا وحيقوي ما دينين ومركا بل وحش يا جو عبد الله المسعود بل استعذى النبي صلى الله عليه وسلم
نبي عبد الله بن مسعود واسكر ريبا حريجين قوبا ايان كوريتشيو وحيلي حريجين تا كبخين هلكا فدي هداد كبخدو اني واخ كو غارسيا ما كاغا بقيا نبي صلى الله عليه وسلم شنكي واوتغي وقتي بدن بو كمقنا سؤالي ويدين سؤالي واوغا جوابي واخ واو شيغا بعض اهل العلم وحيليهين ليله الجن هبانكي النبي قال لكل ما يجنكاس والليلة الجن أي كما قعابين باي قصدني كصاب صنعين على كل حال وحي لهي نوشي قيا إن كوحشنا النبي صلى الله عليه وسلم أطفمي وقرآن كي دقي ستي ودو نمرك الرميصي أي إلهي آيادهان إنو قشي قيا شنكاسي وحي أهان شرين قار يهود باي أهايين عنا عضينا إيا دي النبي موسى إيا كتاب كيسا إنا إيا قانين أي آياتك السلام قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لمن كيشنك هو إسلامين مؤمنين بين النقدين وحين يسرقين دعاد إن النقدان ذاتك الدين تأغيري قفك مركو خير إلا هاي وافت فيه خير كأوغرتو دوينو خير كذاتك كرالي أسي قدبية أتر إيا خير بانا أغسطن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إنه إلى هاي السبب هذا كهلون يشخص قرى وحي كاغا خير بضنطة هاي قيلة كيسة عصعص باي كاغا خير بضنطة سيدة حديث كان صحيح بشيدي وبالمناسبة وحنبر أروتشين إياه لأن يهدي ماءها ولأن يهدي تدك قروال لحنيانو لأن يهدي يلهدان لام كنوا لام الابتداء واللام كي مبتدها قيلت شري مركوا كردقين يهي أي لهداية الله بمعنه رعي موضع كرا حديث كاكو سابسن لفتي سوال قلدان وردان يرد قاركود وادع ذا إني قلدان خير لك من حمر النعم من حمر النعم باقار أخريان وانا غلط يعني حمر وادام يرد لو منتشي ذي وجمع أحمر أحمر حمر أسود سود وكلوي النعم نوى النعم وليد نوك وكرد غي موصل وجمع نعمة معها مركا فضل وين باكو تشرا إن دادك الدين تلو الشيغو أشربان الروح كهليا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم مركب هنونك وأوليين وفهمين إن الحق دتك أقد بيان ودونيا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إلهي داعي سأجيب رمينا هذا صدى إيشان يغفر لكم من ذنوبكم من تاع علماء قاركود وحيدها ومزيد للتوكيد والتوكيد باللو زيادي ومعنوه وحود عيا يغفر لكم ذنوبكم بمعنى الدنبي يدي ودنبو إذن كدافيا العلماء قاركودنا وحيدها دين من تمزيد للتوكيد أهي وإن النفي الدبدات بعضا وهذا الإيجاب أهو موجب أه ومصبط أهو الله الصغي من مزيد للتوكيد المقشو سداس آودد من توحي النقنصة للتبعيض جمهورك بصريين توحي قبان موضعا أوكلا أين مزيدا للتوكيد النقن كريم وحنا أدل الله كسا أرورتي إسلام لماذا الروح وإسلامه إن الدنبي ذي كباب بينيس أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مركا دمان إن لقد دافيه أي آيات أي حديث كباء كتصنيا علماء قاركود هذا بوحي كحن بارين من ذنوبكم أدي منت للتبعيض اللي يلاهدو إن لو قدش هذا مظالم العباد الضومد الدلمية دو دي إن يقو كهردين وحي وقب سمان مظالمتا الضومد وحتقي يوح أصارت دي أي باقي تايم وحي أصارت دي أي باقي تايم حقوق دي دي وحلورنا يعلي حوله أعد كرد عيسك وحيستا هدو إسلامه دي إسلام لماذا حوله وحلالين ميس وإن اسكعليا مظلمة كلا وقلي يظن وإن اسكعليا مركا مظالم العباد بيكو حنبارين كوة اللي قريبا أيوه آن يظل الضافين ويجركم من عذاب أليم شنكي إني مكلفينه والإسلوه قليه قرآن كأي حديث كأي إجماع مسلمين تأي قطعي أهمد وليبوه كتصين أيان إني شنكو مكلفينه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا شنكونا عالمين تكمدي نبي قلنا وفو الشيخ صلى الله عليه وسلم كنك يا إنسي قمد والبين الله صادرين مركا كنك هذا إسلامان إن عذابك كبد بادا إيان والنار تكبد بادا إيان وحاب الشيخ يا آيات كان قرآن كاب الشيخ هذا يقالوا بأنه هو العذاب إيان هذا يقال لماذا كتوبتك أنا نصو إسلاماننا عذابك هو كبد بادا إيان
وحاد دبيس ويدين لي إيمانك يا إسلام نمذا تشنكو هكذا بادان عذابك شنم كهليان إيمانك يا عملك الصالح حامسك مهليان مسألة ذا علماء حقا ويسكو خلافين جمهورك علماء أصدح ذا إمام أي كم ديهين مرك أبو حنيفة لقرهب أفرتا وحيسلو قليهين إن تشنك مسلمين تاهي أي تشنك ليان أبو حنيفة يا طائفة يا رؤكلا وحيكتغين شنك مسلمين تاهي تشنقري ما ياني عذابكم بيكبد باديان عذابك مركا لقبد بادية دبديد أي العرن يكون ترابا مركا يقول وحي هلا ياني عذابك كبد بادان بس لبدا قول با كتشرة لبدا قولنا وحي أرجح قولك الجمهور كأي كتغين بأرجح أبو حنيفة وحي دلي شنيان موضعا لقم الشيقين إلا تشنينا يتنكيب يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وحشنوا لقلنا أي الله مشيقين والأصل عدمه أصل كنا وين نشرين مذهبك الجمهور كأي كتغين أي صحن وحكو الصحن يهين ومدك وذع عمومات كأي الدليل أه إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا مركع عد عمل ونكسن لتماد عمل كونكسن لهي كمل من أيام وتكلى سورة الرحمن وحين قصة مرين فبأي آلاء ربكما تكذبان بل وسع العلنية نعموين كلا قشي قينا وحكم إذا النار لقبت باديو إن شنات لقليو الله وحيري ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر الآيات مركب وحل لقا قاضنيان نعموين كلا قل نعمينا يكني يئنس بين كم التهي عدي التي ما الضاب غشي لهي أي كب غني السوء لبتش النؤه لي فبأي آلاء ربكما تكذبان مركا للراعيي وحلقا قادنا يا نعم ذا سينا يوضى السقناتي كني يئنس بان إنس هذا يكون قار أهان لهي فبأي آلاء ربكما تكذبان لقم حكيين والله من راعيين مركا وحيو الدليل تاي آية ذا سي إن كنكي أي هليان شنات كاي هليان ولما وحكو السقنا إذا آية ذا كل حكرتي لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان يعني يقهر تودين سيئة تشنتون مطابا مركا تشنكو إنو تابا شلئ إيهايو يحور العين تمركا وحكم إذا مركا إساقنا إنو تابا إيهو تغييو أيا مركا لغا قادم إيه تكالا إلا يلاهدو مفهوم الشرط بهالكا لغا دليشان إيه إنا تشنات أسقنانين يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وحلقا تشواب إيه ومدك وادي أبو حنيفة مقبا وحلا إلى هذا مفهوم مخالفة مركا ساسا أودي وحجي وقمصونا مركا هربا هدان وحجا أهان قبين مفهوم مخالفة إن حجي هاي أنو قبين ومرلبات كي مفهوم مخالفها خاصة مفهوم الشرط وقت حجا نغنى وحوي وفعل الشرط جواب الشرط ماءها سيدو مركا محمد الأمين الشنقيدي كشيغا يدفع إهام الإضراب عن آيات الكتاب أو أرنا أيوه عده قبطاء علماء كم ذا شرطه إنه مفهوم ليه هاي فعل شرطه كليه كرليان مفهوم كه مفهوم مخالفها هاي جواب الشرطه كمرليان فعل شرطه نوح النغنية تي إجابة ذي إيمان كأي النغنية أما عنو حود عيا كي أنا أجيب وآن رمين لو من الدم دافيو نارنا لقبت بادين ماي كوحي كل سنتا هاي فعل شرطه أي مفهوم مخالفة لقى قاضنا إياه وعكس الجواب أي كدلنا إياه طبعا لكن فعل الشرط يا سيدي ساء جواب الشرط كلي مفهوم لقى مقاته الله وحيري وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن أي واذكر واحد حستا إذا صرفنا قرتا نسلحني إليك حقاق أن أسلحني النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفرا كوح أن أسلحني حديث بل وسوريي كوحدان لو سلحيين يا هاي السقال نينشن او مقعيس الزوبعه لو رنشرين انو كمدها الزوبعه حديث كان سيده شيغينا علماء قاركود وا بتحسينين نفرا كوح كوحدا سو من الجن تشنكا كمدا كوحدا سو يستمعون دغيسن يا بمعنى دونا يا اني دغيستان القران قرانك ان الصفه كدغتي ان حال كدغتا لبد وكو بناي وايو نكرادي تخصيص باي قادتي سيدا أود وحل أورنكرا وحال وحنا الأورنكرا وصفة بعد صفة
فلما حضروه مركي قرآنك أيما الدين وبمعنى النبي وأخرنا صلى الله عليه وسلم قالوا وحي الهدين أنصتوا لقيستوا لكرا رعيا أمسا ولقيستوا أي إصغوا ولتصغى أما أصغوا سيدا أصغى يصغي أصغوا فلما قضي مركي لقفاروا قي قراءة لأخرنا يي ولوا وين نقدين إلى قومهم قوم كودي بيكون نقدين وحي قوم كودي كن نقدين منذرين حال أي دون أيان النيسيهين إن الدقان أي النيسيهين وحالا منوية قالوا وحي له يا قومنا تلكيو إنا سمعنا أنه وحان مقل كتابا كتاب علماء قالوا وحي سويديا كتاب يا قرآن مكال قاربا مسوى اسكم مد غرائب تلسون نقليه وحكم مدان إن علماء قال كودي لهذين خلاف باكو تشرو لبقوا الباكو السغن وكتاب يا قرآن وكال الدوين لكن صحض وحي تاهي ماشا خلاف معتبر إن نكو السغنين كتاب يا قرآن وبمعنى ومسمك لي اللغة ودتشيدا لكن علماء قال كود مركز الشيغيان وليهم فرقة ودحية مراد كود وحويهي يضو مسمك لي أي كوة دعيه كتاب يا قرآن أي مدنا مقع وحا اللغو إطلاقي لكونه يقرأ مدنا لكونه يكتب مركا وأشياء اللي يلاهدو سي مركا الله يقوى مترادفة سي كالي مركا الله يقوى متباينة سي ذا أسماء ذا إلهي بأيتاي أسماء ذا إلهي ومترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار آخر حق معاني ذا أي كوب صنع سمركا لغا يقوى متباينة كتو وكالدوانتاي والسميع يا القدير يا الخالق يا الباري يا الجبار يا رب العالمين يا حق معاني ذا فرقة ودحية يومد والبا صفات لغا قادنا يا اسمك وكدو انت صفات اسمك كلا لغا قادنا مسمك لي اين يكو وضع يسود ما انت ودمك اي الهي ايهين حق انا مترادفة يكتوه ويسفنق الشنطة والنوع علماء قاركود اصطلاحنا يلبحين ان يلهدان الاسماء المتكافئة تعبير كشيخ الإسلام ابن تيمية أي استعماله علماء كل الله استعمال شين وجبته مركوة مترادفة باعتبار دلالتها على المسمى أما باعتبار دلالتها على الذات ذات ذا إلهي إن كوضة الصين يا ناس ماذا إلهي مرك الله جاءه ومترادفة حقا مرك الله جاءه معاني إن كوب صنيان يا صفات أي كوب صنيان مرك الله جاءنا ومتباينة واسم كصبا صفات الله قادنا يا وكد وانتهى اسم ككلا أسماء الله الحسنى كم إذا صفات الله قادمين تنواصاص وكريمين وحلم إذا أسماء القيامة وحلم إذا أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم إنا سمعنا أن بوحن مقلي لهذين كتابا كتاب كتاب كاسو أنزل لسودة شيء من بعد موسى مسد بديل لسودة شيء كتاب كاسو مصدقا رمينية أما وحل لسودة شيء مصدقا حال رمينية لما بين يديه كيكه الرئيو كتبعة سيدة تورادي غير كيدبة يهدي إلى الحق وحل سودة شيء حال وحنونين أيو أي الناس ضدك وحنونين إلى الحق حقك وحنونين أيو هذا يهدي وحي قادتا لبا مفعول بيتوس وقادتا أما مفعول كاللبات بيحرف كقادة يدو لبدا مفعول بتوس لوسي وحكم إذا اهدنا الصراط المستقيم مفعول كوود وانا مفعول كاللبات نوى الصراط يدو مفعول كاللبات حرف لقو قارسي وحكم إذا هل كان أوكلا كي كوادنا والحدف يهدي حال وهنونين يا لسودك شيء أي الناس ضدك وهنونين يا وحكو هنونين يا إلى الحق حق أنت كأهاتوك هنونين يا وإلى طريق يا ودى أنت كأهاتي ودى داسو مستقيم أنت وصل يا قومنا يا قومنا دي هرك بدلو وحي لهذين يا قومنا تلكيو أجيب أجيب داعي الله كإلهي حقي سددك ويري يا إلهي صدري أجيب أقبل وآمنوا به رمي يغفر لكم أي إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به شرط مقدر هلك كجرا مركا نشيغ أن فعل شرطها فعل شرطها وحلو تشيدا فعل شرطها مقدر كأه بلو تشيدا هدا أجيبتان الرميسان يغفر لكم وإيدين دم دافا يا إلهي كدافا يا والله من ذنوبكم دم بيدين وحكم بدو يدين دافا يا ويجركم وحيدين كبد بادين يا وإذن كم قنقلين يا من عذاب أليم عذاب وحنوتشنا يا ومن لا يجبك كستان أجيب داعي الله داعي إلهي أنا أجيب ويرمدي سأنا أقبل
فليس بمعجز في الأرض مذ أرلد إلهي كعجس قلنا يماه بمعنى عجز ونسبيني أعجزه مركا ليلادو بمعنى عجز يتقدر ونسبيني ويان اللي عيدها الدين لقب حصده يكون قبان كري ويدو دي عجز بعض ونسبي سيئة ود الآن ويان مركا إلهي كما بحصن كريان أو تقدر من نسبين كريان من أنه إلهي قبان كري وليس له مسغنان من دونه حال أولياء الصوص عطا كائنة من دونه إلهي غير كي حالي أهاطي أو إلهي كالصوهر لي أولياء قرقاريال أمسقنان من دونه وحال قردق يا حال وهي أولياء بيصفك أهيد نكرنا صفدي دي هدين لقدمه موصوفك لقهر مريو حال بيك النقطة قاعدها نقاده أولئك في الضلال كواسي وحي كسقيهم بعضي بعضي ذا سوى مبين بمعنى بين عد بيك سقيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شنوا كم إذاها وتعريف كمركز صحابي قال لي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان وسوق ذا قليا فضيلة الصحبة نوايا لنا يا المرهة ذي مؤمنين نقدين وإيمان كان كل انتين هيا شدين إنك قادنا يدو مدعيس أعيان تودين مقرنا إنه من التحقق كرو ما حقيق سن كرو كي مركا وها مكالا قرن كرو ما دام إن إساس مركا أن لكالا قرن كرين يعني أن لا إثبات كرين أشخاص تودكو أها بعدالة دودي مكي عدل قهابا مكي أهم بأصحاب دودة ما انتو عدولي يعني كوية هاي أن لقرني أينان أركين وحوي وحمرك الدين واللقا قادنا إيو مجرتو سيدا ساودي مسو أرورين مرقورا إن لا يلاهدو حديث كان واحد سوري صحابي تشني أهو هب اللي يلاهدو أما الزوبعاء أما مقعك اللي يلاهدو يا مركا وحوي إساسا دين لقا قادنا شنكونا وحوية إنسوا النوع كستيليهم بواليهين يعني قارئ يا مسلمين بواليهين مسلمين تفرق يوقف سمعنا نوع والباء شنك وكتراء هذيت أهل السنة هذيت أهل البدع أهل البدع أنا جميع الفرق يا وكتران شنك ويا دا إنسوا وحكفا إذا السنة يانو وحكم مقليان مركب بدعاء السنة با يعني وحيك قاضنيان إنسوا بك قاضنيان واحد دروس الله دقا يودوا يسكت السنة يعني marka ki doona de qaadanaya ki doonaana wa diidaya allahu xuyri awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al mauta awalam yaraw mayna ogayn anna allaha in ilahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda alladhi kaso khalaqa as-samawati wal arda aburay irarka ya dulka aburay allaha su irarka ya dulka aburay wa lam ya'ya bi khalqihinna ولم يعي أن كعاجزين أودن وايم بخلقهن أبورك أعررك يدلك أبوريين أن كتاقدرين أودي مين أغين بقادر إنو يهي مد أوداي على أن يحيي الموتى إنو النولي ضدك الدنتي إنو صن النولي إنو أودي مين قرنين رؤية الرؤية علمية وحلوغة شيدا مين أغين بلى ها إلى هيواء ودا إنه صن ولا يضط كبنتي إنه إلى هي على كل شيء قدير وحول بوحوية هي مدو أود بدن ويوم يعرض الذين كفروا على النار أي ويقال لهم وحلق أرنا يا يوم يعرض الذين ما لنت اللوب بندقا يكوي كفروا قالوا بي على النار النار تلوب بندقا بمعنى اللقو عذابا أليس هذا بالحق مقول القول كواكاس أليس هذا كان ميان وأهين بالحق من حق السجن ميان وأهين وأي هيبة اللوشيدة عذاب كان ميان وحق أهين قالوا وحي لهذين بلى ها وأي هي وربنا رب قيان كدارا عذاب كان وحق قال إلهي وحي فذوقوا العذاب ردمي عذابك بما كنتم تكفرون أي بسبب كونكم كافرين أهانشيهن أهيدين درادد قار قال أهيدين أودد أردم يعدبك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الله وحده فاصبر صبر كما صبر أي صبرا كصبر أولو العزم صبر صبر كي أولو العزم قال لم يدوك للصبر من الرسل أولو العزم قاسوا من الرسل رسول الله كم يدع ولا تستعجل هددك سن لهم يقى أودد هوددك سن أي نزول العذاب عذابك إنه سودكو هودد دكي السنين
لامكوا للتعليل لهم كسوان. كأنهم يوم يرون ما يوعدون، كأنهم وحد مدى يوم يرون ما لنتي أركيان ما يوعدون، أي الذي يوعدونه كلو قد يي اللوب اللنقاذ عذابه أما اللوب قد يي اللوب هنشبي ما لنتي أركيان ويوم القيامة ما وعذاب كي لم يلبثوا إلا ساعة، إن إن السجنين بعد مدى إلا ساعة ساعة يرمو يوحك لإنه تشوغين السجنين بعد مدى الدنيا دي كالسجنين ساعة داسو من نهار المال كمدا بلاغ، أي هذا كان القرآن كاهي بلاغ قرسين وي إلى هاي خلق جيسا قرسين أيه أو ذاتك قرسين أيه. فهل لكم يا لهلاقيا لم هلاقيا إلا القوم الفاسقون ذاتك فاسقين تطاعد إلى هاي كبحيم ويعدك للم هلاقيا، واستفهام بمعنى النفي إلى هاي وحي نوشيقيا قيامته إنه يترتا أيه إلى هاي نوشيقيا وخلق إلى هاي صوصار أيه بعسي تشره بعسي قناء الدلة بذن بولي هاي أدل هذا بعثي اللود اللي شذنا وحكم ذا إنه إلى هاي عرارك يدلك أبوري وحكم تي من أدلة البعثي دليل هذا عقل قال وقرنا أي بعثي أي كميت وعرارك يدلك ما داموا إلى هاي أبوري دادتكم مركي دنتان إنه صو أبورو صو نوليو إلى هاي قادر بكوية هو أودة أدل لك لو بضلنا بعثي وأشيغان علماء وحكم ذا أرلد مركي دمتين إلى هاي صو نوليو. ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى أرلو مركا إدما تاو مرهدو إلى هاي النولي جدتكم مركا إدنتان إلى هاي ونولينا مركا وحكمت من أدلة البعث وحكمت الدلة البعث دائين مركي هرب إلى هاي ذاتك أبوري وكي مركي هرب أبوري مر لباد هدنين سوى أبوري سوى علي أبورك لبادنا ربي قادر بكيه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم مركا شيغا عدي مركي هرس ميسي مركو شيغا سباب أدب ديدنا إنو دب السوع ليد قادر بكويا عقل النوال وقرنا وحادي لذا بعثيك كم ذا دا حكمة دا إلهي خلقه هو أبوري وإلهي إلهي عيار وما أبوري إلهي عيار وكن الزهين مركو إلهي دتك أبوري يدارتنا الدنيا داتكو مركي تشوغين وحي لهايين مد وناكسانية مد حن مد والبوا لهايين مد ظالمية مد مظلومة روا لهايين كي مظلوم كايضو سيدي الله الظلمين ايوه ايو دنتي امال الدلي كي ظالم كهانا اساقو سيدي وحو الظلمين ايه يا او سيدي اكبر سن ايو اساقونا دنتي دي محكمة لوغو كالقر سوريا ظالم كي مظلوم كي الدنيا دي كمدعين هدي اللي اذا داتك ساسال لقود دين ايه ده وحي نغنيسا عيارو كلاي نغنيسا عيار با انت لا عيارو لا عيارو لا يلا قودا ولا غبدي قولدنا وا بديساي انت يا انت اسي كلاليهنا ما قولدنا صفر با يلاهي قولدنا يعني قولدنا وا ابر قودا كلنا انت اس با يلاهي انت لا يلا ده هدو لا باندهيا اودا ماركا سا سيدي لوو كلا تاغا هدونا واخو اسمو دهرا ده عيار با اهي تينا دنيا ده الهي عيارو ابوري نغنيسا هدين جيرين محكمه لوو كلا غرسوريا ماركا حكمدو وحي كين سنيسا الا با الا اني جيرتو ميل لوو كلا غرسوريو ظلمي iyo wixii ay sugeysteen يعني لوو كلا غرسوريو او كي مظلوم كا اها كي ظالم كا اها wixii u geystay looga jarayo او كي وناغ سميه محسن كا هيا سما فلي iyo كي مسيء اها يا ظالم كا اها مقام كود وكلام موقنا يدري كذا ذو كلا عضانيس هذه كالعيار بين غلها وركا حكمة اللفت يدو حكا إنسان يسا إلا بإلا إن بعثي تشروع قيامة شفته قيامة إلا الرومان ويا وقال لما زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قال ذي وحي ملايين أما الشيكتين إلا لصو صارين إن أي ملايين مركا عدة الشيكتين إلا لصو بحنا إلا لصو صارين وقالوا بعثي مركا ليلوا لصو صاريا صو صاري تانك دتك لصو صارينا شركو دي إلا سوء علينا إيو بعثيقا كان سنية مركا وحال لصو صاريا ما هو كليا أرواح دو كليا ما شركينا وإلا سوء علينا إيو سيدا ساوذي عدة تراثة شركا لما سوء علينا إيو نفاها كليا لصو صاريا قيامة دي واضفرت وحين نقول إيسا قالوا ويوم يعرض الذين كفروا على النار سينو شلعي بصو شاقني وحلوغة شيدا عرضيا عرض تعذيب بلوغة شيدا على الصحيح وعرض لغو عذاب أيوه والله قل عقابا يا آياتنا الظاهر بيكوتي معنا وحكا لو كسوغنا آيات اللقاء قادنا إيان إن سببت الله السقوه مركا كفر يقول إنه عذاب سببية هنا آيات دوا كتوسنا إيسا إثبات السببية نوا كتوسنا إيان آيات دا سورة دا إلهي كو ختمي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل
يعني الصبر سيدا يقول العزم يقول الصبرين وحي سويدين لأقول العزم يا اللي يرهدا قالوا علم قركود وحي يرهدين رسول الذي إله يردن لما أنتود وأقول العزم وقول على هذا مركز سيدا اللي قصة عظم منتو وحي نغنى يساء للبيان لا للتبعيض وانا قولك أهر مرنا أيوه جلال الدين المحلي جلالينك واتش الله بادوا إلا إلى رسول الله قركود أي أقول العزم علماء قاركود وحي الهدين نبي آدم أول العزم كما أها يا النبي يونس الله وحوري ولم نجد له عزما مركما داموا إلى هيري ولم نجد له عزما إننا أول العزم هاين بالله قادنا نبي يونسنا إلى هاي وحوري ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ساس أود من توحو النغنى للتبعيض بالنغنس حد إلا إلى هذا الرسول الذي قاركود به الضباء أول العزم رسول الله أول العزم قال نقول يا وأيو جمهور كعلماء وحي الهدين والرسول الله شنطة الله وش جاي في سورة الأحزاب يا في سورة الشورى شنطة الرسول أي وحي نقول يا أول العزم قبل نقول يا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وش الرسول والنبي نوح نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمهور كعلماء الساسية ضاب إمرين أقوال كعلماء قاركود إمرين واترتا لكن سيدا أقول راجح سن وإن يشنت الرسول يهين مركز سيدا أصبرين سن لم يدا أصبر عذابنا هود الدج السن وإن دقدق إلى هاي عذاب قصور روغها دقدق سنين ما لنت عذاب كأركاننا وحي شبه يانو لم يديهن سيدي قارن الدنيا دا كسقنين ساعد مويانا وحك لبان الدنيا دي تشوقين كأنهم وحي كنت تعلق ذا لم يلبسوا ذا كنت تعلق ذا الله حول أولم يروا ميين أغين أن الله إن إلهي الذي أكي أهذا خلق السماوات أبو ري عرركا والأرض يدلك أبو ري ولم يعيا أن أودي واين كعاجز أبو رك عرك يدلك أودي بقادر إن إيهي ميين أغين مذ أوداي على أن يحيي الموتى إن النولي يقوى دنتي إن أوده ميين أغين ولم يعيا وعيي يعيا وبمعنى عجز أي الله استعمالا ساس أوده ولم يعيا أي ولم يعجز بعض علماء كم ذي وحي مرين ولم يعيا أي ولم يتعب أن كدال أبورك عرارك يدلك أبوراي لكن وجه نوعا ما ولغ في عيها ولو مفسرين تقاركوذها مران بي حنا يلاهدين أعياء يعيي أي فرق أدحية أفعيينا بالخلق الأول أفعجزنا بمعنود عيا يعني أود ويني وأودنا اللوت شيدا وعلى صنع لي قصة شيخ الأورنشر الكسائي أي واحد عضي السقو قال لك شوقا أي وحو يلي عييت وحو تشيدي والدالي مركزي وحي كوي لاهدين أتجلس إلينا وأنت تلحن ما واحد نلفر يسانا يسادقو وحلحنين أيا عربي قال لحن كل سمايني مركز سوي محل لحني مركز سوي له هداد وتشي دواء دالي أعييت له أنا سيد وتشي دي هداد لكن وتشي دواء أودي ويا عييت له يسقون عييت بيري يا مركز عييت هرنا أعييت له واد دالي تصل نغني سه والسببت علم قال نحوها أضوني عربي ده مدد بضن وكبحي إلا ومركز ما كم مقام قاري والنقض إمام أهل الكوفة عيي في الأمر إذا لم يهتدي لحيلة تنفعه في المقصد والماشي إن كلا تقول أعيا فاحذر من اللحن وقيت العيا لماذا بيد بالو عبري عيي أعيا فرق أولحية بلى إلهي وأودا إنه إلهي على كل شيء قدير وحولب إلهي وحوى هذا مذ أود بضم وأودا ويوم يعرض أي ويقال لهم حلق عرنا يوم يعرض ما لنت الله بندقائيو الذين كوي كفروا قالوا بي لو بندقيو على النار النار تلو بندقيو بمعنى لو عذابيو أليس هذا بالحق كان ميان حق السقنين مارك عذاب كل قليو لو عذابيو الله أرنيا ورمينا حق هين أفصحر هذا أما أنتم لا تبصروا ما صحر بام سوي ذا أركين قالوا بلى وحي الذين ها هو حق وربنا ربك يا نكر دارمي قال إلهي وحوي فذوقوا العذاب ردمي عذابك بما كنتم تكفرون أهان شيهنا أهيدين دراد ديد قار قالوبي أودد عذابك ودرمية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر صبر كما صبر صبر لم إذا صبر كو صبري أولو العزم كو يقوانك يصبرك يأتكيسك الصاحبك أها
ومن الرسل رسول الله كم إذا سيدي أصبرين وكلا أصبر ولا تستعجل هددك السنين لهم أي لأجلهم يقع آودد هوددك السنين نزول العذاب عذاب كونه سودقو هوددك سن كأنهم يوم يرون واحد مودة مالين طيار كيان ما يوعدون كيلو قوقو الدي وعقابها مع عذابها لم يلبثوا إن يقصقنين الدنيا دي أياد مودة إلا ساعة ساعة موياني وحلوش إذا أقل جزء من الزمن واختقوا غير ومن نهار مالين كبدا بلاغ أي هذا كانوا قرآن كاهد بلاغ قارسين وي إلهي ودتك قارسين فأليه لكم يا الله لاقيا إلا القوم الفاسقون ضدك فاسقين تاموية معدك لالله لاقيا وحلوش إذا عدك لالله لاقيا بلاغ علماء قاركود وحي إلى هدين حلقت الماميا يعني وقت غير تشوقين الدنيا ده أي وحو يهي وقت ير أو أي مركة إسا مركة وحو كقاريين أو يعني راحير أو أي مركة أجشو ده كقاريين لكن تفسيرك أرجحي وكهراء المرأي وأهن لوغتشي ده أي هذا القرآن بلاغ أيضا سورة الله ختمي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم بعض أهل العلم وحي إلى هدين والا النسخي وإنته روح لقو النسخي بآية الصيف إن قال هذا لا تقلمه لكن قولك الصحيح وحي تاي وإن منسوخ أهين أي محكمة هاي النبي صلى الله عليه وسلم لأمر صبرنا معناه دم ما همرنا بل ما تقال لما يسين هنا لا تقلمين سأودي آيات كالجهاد كما تقال كأمر يا كمهر إمان يسو مركا منسوخا ما هي ومحكمة مفسرين تقاركوت سورة كالصور كقرآن ككم إذا مركا بميان تفسير كذا وحي الشيقان سورك القرآن كردن مدول بفضيلة أيرنا يا سورتنا الروح آخرية وحي 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 سهلية أين سورك القرآن كمدنا ودافين سورة أحقاف روح آخرية فضل النوع سهلية سورة محمد روح آخرية فضل النوع سهلية جميع القرآن سورك سردن السيدة أول مريا وفصل انت الطريقة ذا مريوة كمدا صاحب الكشاف با كمدا بيضاوي با كمدا بعض مركا مفسرين تكمدا السيدة مري الدورة كرة لكن علماء وحي التلمامين علم الحديث كي يقالنا قرآن كسور كيسا سورة كستبى فضيلة خاصة كأصح ذا كالسقنات إن الكريم الفضل والسورة معدودة أي فضل خاص أسوأ أرورة وكالسقنات قدر كفضيلة كأصح ذا خاص أي السور كقرآن كم دينا رورية وانسورة ذات كما بدنا انت كلا فضلك عام كقرآن ليه هاي مويان فضيلة خاصة سورة نمو قصار وطي سورة كستبا ما شرته الكاهن قد شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.